هل يقع الطلاق على الحائض؟ نعم يقع الطلاق على الحائض وعلى الحامل وعلى المرضع وعلى النفساء، وهذا عند الجمهور. هل يجوز قراءة القرآن للحائض؟ نعم يجوز، والدليل أن النبي قال لعائشة لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت، ولكن بدون مص المصحف خروجا من الخلاف، تقرأ من الجوال أو من الأيباد أو من ذاكرته. هل يجوز أخذ دواء لقطع الحيض من أجل صيام رمضان كاملا؟ نعم يجوز، ولكن بشرط أن يقطع الدم بالكلية، ما يولد وسوسة عند المرأة بخروج قطرات. هل يجوز للرجل أن يأتي زوجته إذا انقطع الدم ولم تغتسل؟ لا ما بيجوز، لحتى تغتسل، لأن الله قال ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني حتى يغتسلن. ما هو الفرق بين الحيض والاستحاضة؟ دم الحيض مختلط له رائحة له وقت معين لونه أحمر مسود، بينما الاستحاضة هو نظيف لونه أحمر فاتح أو أصفر يميل للحمرة. إذا زادت أيام الحيض عن المعتاد ماذا أفعل؟ إذا كان الدم دم حيض ولونه لون دم حيض ورائحته رائحة دم حيض، فتمتنع المرأة عن الصلاة وعن الصيام وعن الغشيان. أما إذا كان الدم دم استحاضة فتصلي وتصوم ويأتيها زوجها. ما هي علامة الطهر من الحيض؟ في علامتان، العلامة الأولى الجفوف والثانية القصة البيضاء. هل يجوز للحائض الطواف حول الكعبة؟ لا، ولكن يجوز لها السعي بين الصفا والمروة. ما هي أقصى مدة للحيض؟ لا يثبت أي خبر عن النبي، ولكن الشافعية قالوا أنه 15 يوما. النساء يختلفوا عن بعض. إذا تطلقت المرأة وهي في الحيض، هل هذه الحيضة تحسب؟ لا. ماذا يحق للزوج من زوجته وهي حائض؟ يجوز له كل شيء إلا الجماع، إلا أنه إذا صار جماع فهي كبيرة من الكبائر. هل يجوز للحائض حضور دروس العلم في المسجد؟ في قولين للعلماء، في الأكثرون على المنع، والدليل على ذلك أني لا أحل المسجد لا للجنب ولا للحائض، وفي قول آخر أنه يجوز لأن الحديث ضعيف، والدليل على ذلك أن النبي قال لعائشة افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت. هل مقدمات الحيض تعتبر من الحيض؟ مقدمات الحيض كالصفرة والكدرة التي تنزل على المرأة قبل الحيض هي إرهاصات لا اعتبار لها. المرأة الكبيرة إذا لم يكن لديها حيض وتطلقت كم عدتها؟ 3 أشهر. إذا استمر الدم 20 يوما هل تصلي؟ إذا كان الدم دم استحاضة فتصلي. إذا أفطرت المرأة بسبب الحيض في رمضان هل تقضي اليوم الذي أصامته كله؟ مثلا إذا امرأة صامت بيوم رمضان قبل المغرب إجاها الحيض ب10 دقائق عليها أن تعيده ولها الأجر. إذا أذن المؤذن لصلاة الظهر وتأخرت المرأة عن الصلاة ساعة ونزل عليها الدم هل تقضي الصلاة؟ لا، لأن وقت الصلاة لم ينتهي. هذا والله أعلم. سلام عليكم.